السلام عليكم أصدقائي وحبايبي الحلوين، اليوم جيتكم بحلقة جديدة إن شاء الله. هاي الحلقة راح تعجبكم. طبعا هذه الحلقة سويتها لأنه هواي أكو ناس سئلوني وراسلوني على الخاص على اليوتيوب الخاص وعلى الفيسبوك، قالوا لي مصطفى وين الوعد مالتك، وين الحلقة اللي قلت لنا عليها مالت اللي جو كاني سجلت لكم هذه الحلقة. طبعا شوية تأخرت بس أنا نزلت لكم الحلقة اللي قبلها اللي هي كانت الحلقة مال المهرجان اللي صار ببرلين، فعلما هم سووا القانون الجديد يعني علما أني قدرت أخذ المعلومات الحقيقية الصحيحة، لأنه لازم واحد يسوي معلومات صحيحة، فمن واحد يريد معلومات صحيحة وحقيقية يعني شوي يريد وقت، فلذلك أنا شوي أخذتها من هذا الوقت. بعدين هسه اليوم أنزل لكم الحلقة إن شاء الله، والحلقة هي عبارة عن قوانين نزلوها يوم 7 يونيو 2019، وهذه القوانين بيها قوانين زينة وبيها قوانين مو زينة، يعني بيها قوانين مفرحة وبيها قوانين محزنة، وأنا طبعا كاتبين حتى ما أغلط بيهن. يعني من بينهن أكو قانون هو تغيير المسار مع المرفوضين اللي عايشين بألمانيا، أكو بيهن قانون جديد هو قانون الهجرة شلون تهاجر لألمانيا، هذا راح أشرح لكم إياه شرح مفصل، وهو هذا أساس الحلقة اللي أنا دا أسويها. وأكو قانون مال الترحيل اللي يطوهم ترحيل، فهذا سأشرح لكم بيه شنو هو. وأكو قانون السكن الإجباري مع اللاجئين، هذا هم راح أشرح لكم إياه إن شاء الله. طبعاً راح أحكي لكم هسه أني راح أبدي لكم أول شيء بالقوانين الإيجابية إن شاء الله المفرحة اللي عنده دلدونغ هنا بألمانيا. طبعاً هذا يفيد اللاجئين اللي عايشين بألمانيا، بس اللي عنده دلدونغ، دلدونغ هو الناس اللي عندها مو رفض وإنما دلدونغ، يطوهم أكس حمراء على مالتهم الهوية، يعني ما يقدر يشتغل، ما يقدر يسوي لغة كورس مال لغة، ما يقدر يسوي أي شيء. فبعد الشهر الثامن إن شاء الله انفتحت لهم الفرصة إن هم يقدرون يسوون اللغة، يعني يقدرون يدرسون اللغة الألمانية، يشاركون بالكورسات مال اللغة، ويقدرون يشتغلون ويحصلون على الإقامة مال الشغل. هذا أول شيء مفرح إن شاء الله. ثاني شيء المفرح اللي هو قانون الهجرة، بداية من 2020 راح يصير قانون جديد مال الهجرة الألمانية، يعني من الناس اللي عندهم كفاءات زينة، يعني من الناس اللي مخلصين جامعات بألمانيا مثلا، أو الناس العفو اللي مخلصين جامعات بالعراق أو بألمانيا نفس الشيء، أو الناس اللي تقدر يعني تتكلم اللغة الألمانية، يعني بالعراق مثلا من تروح تقدم على السفارة تريد مع اللجوء أو كذا، فراح يقول لك أنت لازم تسوي كورس مع اللغة مثلا. هاي الناس اللي تقدم مثل على الكليات اللي يجون لألمانيا يدرسون، فلازم عندهم اللغة، وهو يقدر يدرس هاللغة بالعراق، أكو مدارس خاصة درسك اللغة. فأول شيء من الناس عند الكفاءات أو الناس اللي مخلصة جامعات، يعني جامعات زينة كليات زينة، ويعني من الشروط اللي هو أنت لازم تحكي اللغة الألمانية، أو أكو بعد شرط كلش صعب اللي هو لازم تتكفل بمعيشتك هنا بألمانيا. مو كلش صعب، كلش سهل، لأن المعيشة ما تكلفك هواية، يعني الإيجار مال البيت والأكل والشرب والمي والسوالف كلها، وهذا كلها يعني أنت لازم بثلاث شهور تتكفل بشغلاتك ذن اللي هو أكل وشرب ومي وكذا لحد ما تحصل على شغل، ومن تحصل على شغل ويا الشغل هذا راح تقدر تعيش هنا بألمانيا، وما تقدر تقدم على اللجوء بألمانيا، لا راح تظل على مود لان انت عندك شغل راح تقدر تسكن بالمانيا. هذا الشيء كله راح يصير بعد السنه 2020 دقائي، هذا الشيء كله راح يصير بعد السنه 2020. انت لازم عندك لغه المانيه زينه، ولازم تتكفل بهنا الشغلات اللي هي فلوس مال اكل وشرب ومي وسكن وكارت الصحه وكل هالسوالف لمده 3 شهور. انت لازم هنا تحصل شغل بالمانيا، اذا حصلت شغل طبعا تحصل شغل جدا بسرعه، لا احنا هنا بألمانيا الشغل متوفر وين ما تروح، يعني مو الا شغل كلش زين دكتور او كذا، يعني تحصل لك شغل منظف سيكيورتي كذا، بس شنو منظف والسيكيورتي يحصلون فلوس زينه، مو كلش زينه، يعني 10 اوراق 11 12 ورقه. بعدين ان شاء الله اسوي لكم حلقات على الشغل، ومن تحصل شغل راح تقدر تعيش بألمانيا على مود الشغل اللي انت محصله، بس يخلص الشغل مثلا او كذا ترجع، بس اذا الشغل بقى فانت تبقى، واللجوء ما تقدر تقدم. عرفت شلون اصدقائي؟ يعني اذا حصلت الشغل راح تتكفل بمعيشتك وتظل عايش هنا من الراتب مالك، مثل اني مثلا هسه كذا اسوي. عرفت اصدقائي؟ وبعد وراها راح احكي لكم الشغله المفرحه الثانيه، يعني ها طبعا هنا هما جوب سنتر ماكو، كل شيء ماكو، يعني ماكو اي مساعدات من الدوله،
بس فتحوا لك اللجوء انه انت تقدر تجي لألمانيا وتدور شغل بثلاث شهور تحصل شغل بدون جوب ستار بدون كل شيء، بعدين تقدر تشتغل وتدفع الايجار وتدفع كل شيء. الاخبار المحزنه هي عندي مثلا السكن الاجباري، اكو ناس هنا طبعا الناس اللي عايشه بألمانيا يردون ينتقلون مثلا من برلين لهامبورغ، من هامبورغ لبرلين كانت قبل 3 سنين تقدر تنقل، هسه منعوها. هاي الاخبار المحزنه انه منعوا النقل، يعني اذا انت عايش ببرلين راح تبقى ببرلين، عايش بهامبورغ راح تبقى بهامبورغ، ما تقدر تنقل من هامبورغ لبرلين، من برلين لهامبورغ منعوها هالشيء بعد، لانه هو اكو تضخم دا يصير ببرلين مثلا بهامبورغ كل المحافظات اكو تضخم دا يصير، فمنعوا هذا الشيء. بس اذا واحد عنده اوس بيلدونج يعني او عنده جامعه او عنده شغل فهذا يقدر ينقل، غير ذولا ما يقدر ينقل. بس اذا انت مو جوب سنتر بتاخذ يعني فلوس من عندك فلوس شخصيه يعني مال شغل او كذا فتقدر تنقل، اذا لا من الدوله ما تقدر تنقل. هذا الشيء المحزن من الشغلات المحزنه. وعندك بعد شيء همات محزن ثاني وهو قانون الترحيل. قانون الترحيل هو قبل كانوا يدزون الواحد بريد للبيت يقولوا له انت جاك راح يجيك ترحيل بعد يومين ثلاثة اربعة نجي ناخذك الشرطة ونرحلك. هسه بعد ماكو بوست يعني او بغي يعني البريد يدزون للبيت، وانما يجون قبل للبيت ياخذوك ويودوك يرحلوك بنفس اليوم المطار ويرحلوا، او اكو بيهم اذا دوروا 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 ما لقوهم. طبعا اكو بيهم هنا عرب واشكال هواية من يجون ترحيل يروح يوم صديقي يضام مدري شلون في الألمانية الشرطة تيجي تدور بالبيت ما تلقاك، فش اسمه ورا اسبوع هم ترجع ورا اسبوع ترجع ورا اسبوع. بس هسه صار لا، تيجي الشرطة تحبسك ثلاث شهور تاخذك تحبسك ثلاث شهور، طبعا تدور عليك اذا ما لقيتك فتاخذك تاخذك وتحبسك ثلاث شهور بعدين يرحلوك. هاي من الشغلات المحزنة جدا. طبعا هذه القوانين كلها اللي هي يعني القوانين المفرحة والمحزنة طبعا ذني بالبرلمان من الحزب اليساري مال الناس المزينين اليساريين، هم هذول عرضوا هالقوانين كلها بس بعد الضغوطات مال الحزب مال ميركل وكذا بعدين وافقوا على هذني الشروط والحمد لله والشكر. يعني هاي القوانين كلش حلوة وزينة، ويعني اهم شيء هو هذا القانون مال الهجرة بالنسبة لكم، لان هذا عنوان الفيديو مالتي هو قانون الهجرة هذا الجديد. انه انت اهم شيء لازم تعرف تحكي اللغة الالمانية، واللغة الالمانية تقدر بالعراق تدبرها، يعني تدور اكو مركز مال 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 لغة الالمانية تدرس بيه لما تطلع الشهادة الزينة، بعدين تقدر عندك انت اللغة خالصة تسافر تجي لألمانيا. من تجي لألمانيا هنا لازم عندك فلوس كافية تعيشك مال 3 شهر او 6 شهر سمعت اني همات، فمن تعيش هنا بعدين تقدر تحصل شغل بهال 3 شهر لازم، وبعدين تعيش روحك من هذا الشغل، وبعدين ما تقدر لا تقدم على اللجوء يعني ما تصير لاجئ ولا اي شيء، تظل هنا تشتغل وانت عراقي بس تشتغل هنا وتعيش روحك. او بعد اكو شيء ثاني هو ماكو جوب سنتر، ماكو مساعدات من الدولة اصلا، وهذا الشيء كله يبدي بعد السنة 2020 ان شاء الله، وهذا الشيء انا متأكد من عنده مليون بالمية، ونزل يوم 7 يونيو 2019. سألوا اي كل الناس يعني. وطبعا هذا الفيديو اذا عجبكم اصدقائي اريدكم تشاركوه يا اصدقائكم وترسلوهم اياه على الخاص حتى شنو يشوفوه يستفادون من عنده، للناس اللي تتهاجر وتشتغل وتعيش عيشة حلوة. او بعد شرد اقول لكم طبعا شكرا على المتابعه مالتكم، دائما انتم متابعين لي وكل ناس تراسلني وكل ناس تعلق، يعني اكو ناس مهتمه بالموضوع واني حبيت هالشيء ولذلك دا اسوي لكم فيديوهات مستمره ان شاء الله. وتحياتي.